السلام عليكم. أول شغلة بتوقع إنه هاي الصور اللي أنت كاتبيتها، هاي الصور عبارة عن أسباب ممكن إنه هي كلها تحت عنوان the cause of the hypoxemia. تمام، the cause of the hypoxemia. المهم هسا الفكرة من هاي الصور، أول صورة شارحة حالها صراحة، الصورة الأولى شارحة حالها بطريقة رهيبة. شوفي هون كاتبلك إنه في عنا pulmonary embolism. تمام، pulmonary embolism عملت obstruction، هون بطل يوصل البلد سبلاي لهاي المناطق، فهاي الالفولاي بطل يوصلها اشي تتبادل او تعمل فياته اكسشينج للاكسجين اللي جواتها. فهون الالفولاي بيوصلها اكسجين، بس هذا الاكسجين ما بيتم استخدامه للاكسشينج. ليش؟ لانه اصلا ما في عندها بلد فلو، ما في عندها بيرفيوجين. فهون شو ببساطه صار في عندي فنتيليشن بيرفيوجين ميس ماتش. ببساطه كيف بدي اعرف انه صار في عندي فنتيليشن بيرفيوجين ميس ماتش؟ اول شيء من احد اهم اسباب احد اهم اسباب، خلينا نحكي اللهم صل على سيدنا محمد، اهم اسباب الهايبوكسيميا هو بولموناري امبوليزم. ليه؟ لانه بيرفع من كميه الديد سبيس. لاحظ انه هاي الشغلات صارت ديد سبيس. شو يعني ديد سبيس؟ يعني مكان ما بصير فياته اكسشينج، تبادل. تمام، المهم هاي المكان هو بس اللي ضل فياته اكسشينج، بس المكان الوحيد اللي ضل فياته اكسشينج، تبادل بين الاكسجين اللي فيه الالفولاي والكربون دايكسيد الموجود بالارتيريا البلد سبلاي او البلد سبلاي اللي واصلها. تمام، طيب ايش اللي راح يصير؟ اللي راح يصير كالتالي، بدك انت تقيسي الـ A to A gradient. هاي الـ A to A gradient بوضح لك هل في صار في عندك ميس ماتش في الفنتيليشن بيرفيوجن. اذا صار في شو النورمال؟ النورمال انه لما تيجي تطرحي الاكسجين اللي موجود بالالفولار والاكسجين اللي موجود بالارتيريال، لازم يكون ماله اقل من 10، يعني فرق الضغط هذا يكون اقل من 10. تمام، طيب هسا انا لما باجي بحسب الـ A to A gradient 104 ناقص 66 تطلع لي 38. لاحظ انها مالها اكبر من 10، فهون في عندي ميس ماتش وبقوه. هذا الميس ماتش بيعمل لي hypoventilation. شو يعني hypoventilation؟ تهويه قليله. هسا بدنا نعرف ونكون متاكدين من شغله، انه السبب بهاي الventilation، السبب بهاي الصوره الhypoventilation ما كانش من اللنج نفسها، ما كان من اللنج نفسها، كان بسبب شو؟ وجود pulmonary embolism. هذا pulmonary embolism منع يصير في عندي exchange هون. تمام، هاي هي كل قصة الصورة الأولى. الصورة الثانية بحكي لك عن الالفولار hypoventilation. تمام، الالفولار hypoventilation. طولي هون على الصورة واضحة كتير انه البي او 2 اللي بفوت عبارة عن 150، لكن الالفولاي تعبت بشو؟ ب 70. تمام، هون ما في مشكلة كبيرة. ليش؟ احكي لك ليش. لانه هون كل البيرفيوجين، تمام، كل البلد سبلاي اللي واصل بكمية متساوية. ولاحظ انه صار في عنا شو؟ انه صار في عنا تبادل، صار في عنا exchange، صح؟ يس، صار في عنا اكسشينج. الالفولار 70، لما باجي بحسب الـ A to A gradient الالفولار 70، في الارتيريال 66، 70 ناقص 66 بطلع 4. حكينا النورمال، شو النورمال؟ النورمال انه يكون اقل من 10. تمام، اقل من 10. لاحظ انه هون ما في بيرفيوجن، سوري، ما في hypoventilation، ما في ventilation بيرفيوجن ميس ماتش. ليه؟ لانه هي اقل من 10. فهون الhypoventilation هذا بس عباره عن انه اعطيه سبلاي اكسجين، انه اموره يعني اعطيه اكسجين اموره بترجع نورمال، اموره بترجع طبيعيه. هون في عنده الفولار hypoventilation. تمام، الصوره الثالثه intrapulmonary shunt. هسا الانترابولمونري شانت شو قصتها؟ القصة بالانترابولمونري شانت انه بصير في عندي من الفين، تمام، تو ارتري. هسا الفين احنا بنعرف انه محمل بشو؟ محمل بثاني اكسيد الكربون، كربون دايوكسيد. الارتري محمل بالاكسجين. شو اللي بصير؟ بصير انه بدون ما يمر على الالفولاي، مثل ما نحن شايفين، بدون ما يمر على الالفولاي شو بصير في عندي؟ بصير في عندي ميكس بين الدم اللي موجود بالفين والدم اللي موجود بالارتري. تمام، هاي الدم هون الموجود بالفين راح يصير في عندي ميكس مباشر مع الدم الموجود بالارتري. وبنلاحظ كمان انه ما صار في عندي اكسشينج. هاي هي الانترابولمونري شنت. هل بالانترابولمونري شنت بصير في عندي فنتيليشن بيرفيوجن ميس ماتش؟ يس، وبجداره بصير في عندنا فنتيليشن بيرفيوجن ميس ماتش. نحسب ونتاكد انه في عندي فنتيليشن بيرفيوجن ميس ماتش. يس، ببساطه
الالفولر بريشر تبع الاكسجين بارتي بريشر اوف ذا اكسجين 104. 104 لو طرحناها من الموجود الكميه الاوتو الموجود البريشر تبع الاوتو الموجود بالارتري 66. جاء الناتج بطلع مثل ما نحن شايفين تحت 38. حكينا انه الاي تو اي جريديانت لازم يكون ماله لازم يكون اقل من سوري اقل من 10 يس اقل او يساوي 10. اكبر من 10 هون في عندي ميس ماتش تمام بسبب الانترابولمونري شنت. الصوره اللي بعدها هون بفرجينا النورمال تمام هون بفرجينا النورمال برونكوبولمونري شنت نورمال برونكوبولمونري شنت سوري لحظات هسه في الشنت اللي فوق او بنسميها فيسيولوجيكال شنت تمام او بنسميها فيسيولوجيكال شنت. هسا معروف انه الضغط الاكسجيني الموجود في الالفولاي هو 104 تمام 104 105 100 مش فارقه. اما البي او الاوتو هذا النورمال اللي احنا متعودين عليه تمام قديش بيكون بيكون 100. طب ليش الاختلاف؟ مش المفروض انه هون يصير في عندي تبادل مباشر وال104 هاي توصل 100 توصل 104 للارتري؟ الاختلاف بسبب انه صار في عندي فيسيولوجيكال شنت تمام او برونكاي برونكيال او نورمال برونكوبولمونري شنت. كميه قليله من البلد هذا البلد. هسا كيف الفكرة؟ الفكرة انه في عندي برونكاي هاي هي البرونكاي هاي البرونكاي بتمرر الاكسجين صح؟ تمام. هسا هاي البرونكاي او الكوندكتنج سيستم هاي البرونكاي اوكي بتتغذى بين هي نفسها كمان بتغذيها شو؟ بيغذيها بلد سبلاي تمام بغذيها بلد سبلاي. هذا البلد سبلاي هي بتاخذ منه هي تشو بالنهاية يعني كل فازوفازولوم بتعرفوها اكيد هي بالنهاية تشو. فهون الاكسجين هون هاي التشو تمام هذا التشو بتغذى من هاي وبتعطيه ثاني اكسيد الكربون. هسه هاي البرونكاي كميه البلد الصغيره او البلد فيزل الصغيره صار فيها ماله صار فيها ثاني اكسيد الكربون كربون دايوكسيد. هل رح تكون بولمونري او رح تكون سيركوليشن حتى تروح للهارت او تروح للفين؟ لا. فهون شو بصير الفكره؟ بتصير الفكره ببساطه انه هذا الفين اللي غذى البرونكاي ما بيروح للفين يعني ما بروح للفين يصب في الفين لا هو بصب بالارتري تمام بصب الارتري كميه قليله من ضغط ثاني اكسيد الكربون فبقلل من ضغط الاكسجين لانه صار في عندي ميكسينج بين ثاني اكسيد الكربون والاكسجين في الارتري. هذا هو السبب انه ليش الالفولاي 104 والارتيريال 100. هذا نورمال تمام هذا نورمال اوكي اوكي. بتوقع اخر صوره اللي هي ديفيوجن امبيرمنت. شو يعني ديفيوجن؟ هسه هون لو بنلاحظ انه احنا بس نتنفس بناخد O2 وبناخد CO2 ما يقارب الصفر. هي تقريبا نوعا ما الاصح انها ما بتكونش صفر لكن احنا بناخد CO2 لكن ما يقارب 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 الصفر تمام تمام. هاي ديفيوجن امبيرمنت تمام. فصار في عندي هون O2 واصل في الـ في الـ في الفين O2 طبعا نعرف انه في الفين O2 40 ضغطه 40 والCO2 46 45. المهم هون ما صار في عندي ديفيوجن مناسب يعني هون في هاي اللحظة ما صار في عندنا ديفيوجن ما صار في عندنا اكسشينج كويس تمام ما صار في عندنا ديفيوجن. هذا المشكلة انه اللونج فيها مشكلة يعني اللونج نفسها فيها مشكلة. ليش؟ لان اما بيكون بسبب السيرفيس اريا تبعت اللونج صغرت السيرفيس اريا تبعت اللونج صغرت او انه بيكون في عندي ثيكنس تمام في اللونج ممبرين. فهذا الاشي صار يعمل ديفيوجن او انه ثاني الاكسجين يفوق يطلع بطريقه اصعب. ونحن بنعرف انه اكثر شغلات بتميز اللونج بانه السيرفيس اريا تبعتها مثل ملعب التنس والثيكنس تبعها اقل من 5 مايكرومتر تمام. فهنا شغلات الديفيوجن امبير هاي بيوصل صحيح وفي عندي اكسجين هون وفي عندنا هون وصول صحيح بالديفيوجن صحيح لكن الديفيوجن نفسه غلط او في عندي ديفيوجن مش ناجح. ليه؟ بسبب خلل باللونج نفسها اما السيرفيس اريا تبعتها صغيره او انه الامصار سيدنا محمد ثيكنس في اللونج ثيكنس في اللونج تمام. طيب فكركم هل راح يصير في عندي الاي تو اي جريديانت الاي تو اي جريديانت راح تصير اقل ولا اعلى؟ الاي تو اي جريديانت بتصير مالها اعلى من 10 فهون في عندي ميس ماتش في ميس ماتش في الفنتيليشن بيريفيوجن تمام. اي ثينك انه هاي هي الصور بس وبتوقع انهم سهلين واي ثينك انه هاي الصور تحت عنوان الكوز اوف ذا هايبوكسيميا.
أسباب، يعني بالنهاية هي كلها أسباب بتؤدي إلى أنه، أو معظمها سوري معظمها بتؤدي إلى أنه كمية الأكسجين الموجود في البلط تقل، معناها أنه صار في عندي هايبو فنتيليشن أو هايبوكسيميا، سوري هايبوكسيميا. good luck.